لفرنسا ونطمن على بعثة منتخبنا الأولمبي مع الكابتن محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي. كابتن محمود برحب بيك. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ أخبار حضرتك إيه؟ كله بخير والله، الحمد طلعت لله الطيارة تمام. ولا لسه؟ لسه والله رايحين على المطار اهو ان شاء الله. ألف مبروك طبعا في البداية على الفوز امبارح، يعني أداء أكثر من رائع وروح كمان الصراحة شفناها من اللعيبة امبارح. شفت في البداية الفوز امبارح على المنتخب الأسباني إزاي؟ 2-1. يعني كلنا شايفينه وانتم شايفينه ومصر شايفاه ان هو انجاز طبعا للجيل ده والرجاله اللي معانا دي. اول مره نتصدر مجموعه بالمركز الاول في اولمبيات من تاريخ في تاريخ مصر، يعني الحمد لله نطلع اول مجموعه. فزنا على اسبانيا، منتخب قوي باداء اعتقد يعني من اروع الاداءات اللي لعبنا بيها في مبارياتنا، فالحمد لله انجاز كبير. يا رب يعني نكمل على خير ان شاء الله. صفحه واتقفلت خلاص، احنا لسه كنا بنقول كده للعيبه احنا ما عملناش حاجه، ده احنا في نص الطريق. لازم نبدا من النهارده، وان شاء الله يعني هنبدا من النهارده اول ما نوصل مارسيليا هنبدا نشتغل على ماتش ان شاء الله باراجواي، عشان ربنا برضه يكرمنا كده ان شاء ميكالي الله. قال ايه للاعبين ما بين الشوطين امبارح؟ قال لهم صدقوا نفسكم، ده هي ملخص اللي قاله، انتوا ابطال وتقدروا تعملوا حاجه واحنا شغالين كويس وان شاء الله نكمل الشوط الثاني ونحقق حلمنا، وفعلا هو ده اللي حصل يعني. عايز اطمن طبيا على الثنائي طبعا عمر فايد واحمد عيد كلهم جاهزين؟ كله بخير، كله بخير الحمد لله، ما فيش حاجة الحمد لله. يعني ان شاء الله يعني قادرين هم يشاركوا في المباراة القادمة ان شاء الله. مباراة باراجواي صعبة، منتخب بإذن الله مؤهل إن هو بإذن الله يطلع طبعا الفوز، لا بديل عن الفوز طبعا أكيد في مباراة الجمعة. بص يعني زي ما قلت في كذا مداخلة، حلمك واحد ان احنا نجيب ميدالية ايا كان اللي هتلعبه وايا كان الظروف اللي بتلعب فيها. انت امبارح بتلعب في درجة حرارة 37، رطوبة مرتفعة جدا، الساعة 3 الظهر، ما لعبناش ولا ماتش قبل كده في التوقيت ده، ظروف صعبة. لكن زي ما بقول لك، اللي عايز حلمه هيعمل مستحيل لغاية آخر، زي ما بيقولوا كده، قطرة في دماغنا هنقاتل ونحارب، إذا كان لعيبة، جهاز فني، جهاز إداري، جهاز طبي، كلنا بنعمل اللي علينا عشان نحقق الحلم ده. وإن شاء الله إن شاء الله ربنا يكرمنا، النتيجة دي طبعا بتاعت ربنا، لكن زي ما بقول لك إحنا بنجتهد وبنعمل اللي علينا وعشان ربنا يكرمنا ونفرح مصر إن لا شاء الله بإذن مصر الله، وزي ما كلها. تصدرتوا المجموعة وفزتوا على المنتخب الأسباني بإذن الله الفوز يكون من حليفكم يوم الجمعة أمام منتخب باراجواي. إن شاء الله إن شاء الله. أشكرك كابتن محمود حرب مدير المنتخب المصري للأولمبي.